عايزين نعرف تفاصيل الزواج، الشبكة كانت ايه؟ لا انا جبت لها حاجات كتير حقيقي، يعني مش شبكه بس، يعني كل ما اقابلها اجيب لها حته بتاع كده ذهب، المزايا بتاع، يعني الشبكه كانت كتير لغايه ما جبت لها الشبكه الرئيسيه اللي هي العقد بالخاتم بالغويشه ده، انصيال جميل كده، دي كانت الشبكه. والمهر؟ لا ما اتكلمناش في مهور ولا حاجه، لا ما قدرناش، الحاجات دي انا ما اقبلهاش، يعني كانت مهر اصلا، يعني سني كبير عنها كتير، وهي قابلتني كذا يعني بعبلي، فما كلمناش في المهر. انما انا كانسان لي احاسيس ومشاعر واعرف هذه المواضيع، فما امن لها مستقبلها.